السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده. الحلقه اليوم ان شاء الله غنعمروا على الانتراك ديال تجديد الاقامه ولا الانتراك اللي كتدفع به اول مره الاقامه في المانيا، بالنسبه للناس اللي كيجيو من ايطاليا باقامه دائمه اي اولى كارت دي جورنو، ولا حتى بالنسبه للناس اللي كيجيو من اسبانيا دارك دوراتسيون اي او. يعني اليوم حنا غنشوفوا هذا الموضوع. هذا هو السفر كما كتشوفوا، هو بعض المرات كيكون ابيض وكتكون فيه حتى العربيه، هذا ما فيهش العربيه. المهم نتوما حاولوا ديما تنزلوا هذه الا كنتوا غتنزلوه من الانترنت باش يجيكم سهل، حيت الاخر البيض كيكونوا فيه حتى اسئله ديال اللجوء وانتوما تقدروا تخربقوا وما تعرفوهاش. المهم نبداو على بركه الله ونعمروا هذا الموديل هذا. وقبل ما نبداو كنتمنى انكم تشتركوا في القناه ودعموا القناه بواحد لايك وواحد الاعجاب وواحد الكومنت، واخا تكتبوا غير اولا اولا بي ولا سي. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالنا الثانيه ألمانيا ببساطة، وما تنساوش كذلك تشاركوا عند الأخ ديالنا هشام اللي عنده مواضيع جميلة ومهمة على ألمانيا والعيش في ألمانيا والأثمنة والجامعات وكذلك اللجوء، متخصص في اللجوء، للقناة ديالو سميتها ألمانيا فلوك. بسم الله نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا الفوق عندنا أنتراك أوف إيرتايلونغ دير، غنمشيو بالزربة حيت فيه هذا فيه ربعة ديال الورقات، ماشي ربعة ديال الورقات وإنما ربعة ديال الصفحات كما كتشوفوا، فهو فيه ربعة ديال الصفحات ديال بحال هكا. انا غنمشي معكم صفحه بصفحه ولكن غنمشيو بسرعه باش نمساليو بالزربه. كتمشي للفوق في الصفحه الاولى، هاد الصفحه الاولى، هادي الصفحه الاولى كاينه انتراك اوف ايرتالي لونغ دير. كتمشي انت الفوق على اليمين كما كتشوفوا، كدير اوفن تال ستيت ايرلوب نيس، كدير على كروه. الا كتدي غدفع كارت دي سيجورنو كدير تحت دوا اوفن تال ايرلوب نيس اي جي، يعني هذيك بطاقه اقامه دائمه. بالنسبه للناس اللي عندهم تجديد ولا التمديد، كاينه انتراك لتحت منها كاينه انتراك او فيرلينغيروم. فيرلينغيروم كتعني التمديد ولا التجديد، كتجي حداها على اليمين كاينه اوفنتارس ايرلوبنيس وتحت منها كاينه فيزوم. انت كدير اوفنتارس اوبنا ايرلوبنيس، هادو بالنسبه للناس اللي عندهم تجديد، يعني الفوق اول مره اوفنتارس اوبنا ايرلوبنيس ولتحت اوفنتارس ايرلوبنيس، ولكن في مكتوبه انتراك او فيرلينغيروم دير اوفنتارس ايرلوبنيس. نهبطوا لتحت بيرسونيش انغافن. بيرسونيش انغافن كاينه فاميليا ناما. فاميليا ناما هي الكنيه ديالك، الكنيه ديالك انا جيت تما وكتبت العبدالي يعني كنيه. ديك كيبورد ناما نقزوها، هبطوا الفور ناما هي الاسم ديالك، فور ناما كتبت انا تما كمال. عاوتاني تحت منا كاينه جيش ليست، واش انت ذكر او انثى. الا كنتي ذكر كدير ميل ليست، راه مكتوبه حداها مال، ولا كنتي انثى كدير فايب ليست يعني فومال. كيبورد ستادوم تاريخ الازدياد 20/9/1990 كتبت انايا. كيبورد اورت، كيبورد اورت هو المدينه اللي تزاديتي فيها. دابا حنا مؤخرا في المغرب ولا كتكتب علينا مثلا كازابلانكا انفا، الناس ديال الرباط كيكتبوا لهم رابا يعقوب المنصور، يعني انت خاصك تكتب داكشي اللي عندك في الباسبور. شوف شنو مكتوب عندك في الباسبور وكتبو. تحت من الكيبورد سورت كاينه شتاتين غوركات، يعني الجنسيه ديالك كدير ماروكانيش ولا الجيريان ولا تونيزيان. تحت من شتاتين غوركات كاينه غروس، غروس هي شحال الطول ديالك، هايت راه مكتوبه بالانكلي، انا درت 1.82 متر. تحت من غروس كاينه اوغن فاربا، اوغن فاربا هي اللون ديال العينين، انا كتبت تما براون واش قهويين ولا كحلين شفارز ولا غرين ولا بلاو، انت غتعرف اللون ديال العينين ديالك غادي تكتبو تمايا. تحت من اوغن فاربا كاين التليفون ديالك والايميل، الا بغيتي تكتب التليفون وكتبت الايميل اللي عندك باش يجاوبوك حتى في الايميل، يعني ايميل خاصو يكون عندكم، وانا وريتكم كيفاش تصاوبوا ايميل. الا بغيتي تشوفوا كيفاش تصايب ايميل سيروا القناه الثانيه المانيا ببساطه، واحد الطريقه سهله في 4 دقائق غيكون عندك ايميل ديالك جديد، وكتبوا في الانتراك حيت مهم، حيت الايميل هما كيلقاو سهوله في الجواب، حسن ما يصيفطوا لك براها وبدي خاصو يكتبها، يعني كيكتب لك ايميل بسرعه وكيجاوبك بسرعه، يعني كيسهل عليكم. انا نصيحه مني الايميل كيسهل عليكم كلشي. لتحت من التليفون هندي ايميل كاينه ريليجيون، ريليجيون كتجي وكتكتب مسلم، وانت الا كنت عندك شي ديانه اخرى راه كتكتب ديانه اخرى. لتحت من ريليجيون كاينه فاميليا شتاند، فاميليا شتاند هي الحاله العائليه، واش متزوج ولا عازب ولا كونفيفنت يعني غير عايش مع شي حد ولا مطلق كيشيدن. نتايا عندك فاميلي شتان كتجي، الا كنتي عازب كدير ليديك سينجل، راه مكتوبه بالبلونغليس سينجل، ولا كنتي مجوج تحت منها كاينه فرهايراتد ماريت، وتحت منها كاينه ليفنشافت بارتنر، يعني تي فيديو نو الناس اللي دايره غير كونفيفنت ساكن مع شي واحد. والفوق على اليمين كاينه كيشيدن هي مطلق، الا كنتي مطلق كدير كيشيدن، الا كنتي عازب كدير ليديك، ولا كنتي مزوج كدير فرهايراتد. تحت منا كاين البيروف كما كتشوفوا بلونجلي مكتوبه بروفيسيون، يعني البروفيسيون هي الخدمه اللي كدير. الا ما عندك حتى شي حرفه حتى شي حاجه كدير اربايتر عامل، ولا كنتي تريسيان كدير الكتريكا، كنتي بيتزايولو كدير بيتزا باكر، كنتي بناي كدير باور، يعني انت كتكتب السميه كتبها بالعربيه في جوجل وترجم الخدمه اللي كدير وكتبها هنا. تحت منا كاينه انغابن سودين التن، التن شكون هما؟ هو الوالدين، خاصك تكتب هنا دابا السميه ديال باك والسميه ديال مو. كاينه فاطر، فاطر هو الاب، كاينه النامه ديال الاب كتبت عبدالي، فور نامه السميه كتبت حسن،
كيبورد ستراتوم كتبت 1/1/1949، نتوما عارف داك التاريخ ديال الوالدين القدام وكلهم 1/1/1949. وتحت منها كاين الام ديالك موتر، موتر ولا مودر بالانجلي، ناما ناما هي الكنيه، كتبت انا محافظ فور ناما خديجه الاسم ديالها. كيبورد ستراتوم 20/9/1960، انا كندير لكم غير امثله. تحت منها كاينه انغابنس ايهيغاتن، هي الزوجه ديالك لا سبوزا ديالك، ايهيغاتن ايهيغاتن ولا ايهيغاكن. في الاول كاينه انغابن ديال الزوج الا كانت المراه اللي غادي تدفع، وانغابن ديال الزوجه الا كان الراجل هو اللي غادي يدفع. كتجي وكدير فاميليا الناما ديال الزوجه ديالك، كتبت انا مثلا معروف. كيبورد ناما قلنا ديما غير نقزوها، هذوك ديال الاسم الثلاثي بحال المصريين محمد ابو خندل المنفلوطي، حنا ما عندناش الاسم الثلاثي. وكاينين شي مغاربه كيكسمي ولادهم محمد امين، يعني الا كان عنده جوج سميات كتكتب السميه الثانيه تما لتحت. المهم فورناما هي الاسم، كتبت انا مثلا حياه. كيبورد ستراتوم 20/9/1986، كيبورد اورت كما قلنا دائما كتكتب المدينه اللي تزاديتي فيها في الـ في 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 الباسبور ديالك، يعني شتو من الفوق حتى لتحت، حنا دابا غاديين غير في السميه وفي الكنيه. ستاتان كيهوريت كايت ماروكانيش، يعني الجنسيه. فون اورت فين ساكنه، الا كانت ساكنه معاك هنا كدير معاها كدير شهاد لادريسه ديال السكنه اللي معاك هنايا في المانيا. الا ما كانت ساكنه معاك في المانيا باقا في الطاليان ولا باقا في المغرب، كدير نتايا فين ساكنه في المغرب ولا فين ساكنه في الطاليان ولا فين ساكنه في اسبانيا. فين كتشوفوا دابا فون اورت، يعني ما كانتش هذه الفوق، يلاه داروا هنا باش كيعرفوا مراتك واش كاينه هنا ولا ما كايناش. علاش؟ باش ملي كيديروا لك الحساب ديال الصالير ديالك والميتراج ديال الدار، كيحسبوا معاك مراتك الا كانت معاك هنا. ولا ما كانتش معاك مراتك هنا، كانت مثلا في ايطاليا ولا في اسبانيا، ما كيدخلوهاش معاك في الحساب. وبعض المرات واخا كتكون في اوروبا كيدخلوها معاك في الحساب، كيقول لك انت غادي تصرف لها الفلوس باش تصرف على راسها، وهنا ديما كيكون مشكل. المهم علينا، حنا ندوزو دابا للصفحه الثانيه. حنا قلبنا الصفحه، هي الصفحه اللي لاصقه في الصفحه الاولى، حنا دابا درنا هذه ودورنا غنديروا هذه، يعني الصفحه الاولى والصفحه اللي لاصقه فيها من اللور. كتجي كتلقى انغابن سودين كيندر، كاينه فاميليا نيام، عندك رقم واحد ارست كيند زفايت كيند ودريت كيند، يعني الولد الاول الولد الثاني الولد الثالث. الا كان عندك الولد الاول انت كتعمر غير هذاك المستطيل الاول، الا كان عندك الولد الثاني كتعمر المستطيل الثاني، كان عندك الولد الثالث كتعمر المستطيل الثالث، كان عندك الولد الرابع قولهم يزيدوا لك ورقه اخرى. المهم كما كتشوفوا نفس داكشي اللي عمرنا في الصفحه الاولى، فاميليا نام يعني الكنيه ديالك، الكنيه ديال الدري واش على سميتك ولا على سميت مو، المهم كدير الكنيه ديالو. كيبورد نام قلنا هذه نقزوها، فور نام هي الاسم ديالو، كيبورد ستادوم في التاريخ الجديد ديال الولد، كيبورد اورت المدينه اللي تزاد فيها. شتاتان كيهورد كايت واش مغربي ولا اسباني، بحال الاسبان ولادهم كتكون عندهم جنسيه اسبانيه، كتكتب الجنسيه ديال ولدك اسبانيه مغربيه، كتبهم جوج ولا من الاحسن كتب غير وحده. فونورت ريزيدنس فين ساكن هذا الولد، هذا واش ساكن معاك هنا ولا ساكن في المغرب، ولا انت خاصك دير له ادريسه فين كاينين ولادك، يعني ما ديرش الادريسه معاك هنايا وهما ما كاينينش هنايا. المهم كنهبطوا لتحت، باس ولا باسابورت كما كتشوفوا، ارت ديس انتيتي ايدنتيفيكاسيون دوكومنت، انت باش من وراء غادي تدفع، ضروري غادي تدفع بالباسبور ديالك، غادي تدفع ضروري باش كتدفع كتدفع بالباسبور ديالك، كتجي وكتكتب باسابورت كما كتشوفوا على اليمين، كتكتب باسابورت وكتكتب النمره ديال الباسبور ديالك تحت منه، يعني زد ا 123568 هذيك اللي عندنا حنا في الباسبور. قلتك بيس هي صالح الى، وكتكتب التاريخ ديال الصلاحيه ديالو امتى غادي يسالي. اوس جيشتيتفون يعني منين خديتي، واش خديتي من القنصليه ديال الطاليان، خديتي من القنصليه ديال المانيا، خديتي من القنصليه ديال المغرب. ملي كتجي نتايا اوس جيشتيتفون، انا كتبت تما ماروكانيش كونسولات ميلانو مثلا، ولا ماروكانيش كونسولات مدريد، ولا ماروكانيش كونسولات فرانكفورت، حيت كتكون مكتوبه عندك في الباسبور. انت شوف غير في الباسبور ديالك وغادي تشوف شكون اللي عطاها لك، وكتب هذيك القنصليه اللي خديتيها مني. ولا كنتي صوبتي في المغرب راه غادي تكتب راك خديتي من المغرب. المهم راه كيكون مكتوب عندك في الباسبور شنو خاصك تكتب. هنا جينا تحت منها كاينه ادريس كورنت، يعني الادريسه الحاليه اللي عندك، وضروري غتكون عندك شهاده السكن هنا، خاص ضروري انت ما كتدفعش فيها شهاده السكن، سينو ما غاديش يقبلوا لك. كتجي ستراسه نمر، ستراسه نمر، ستراسه نمر هي الزنقه، كتجي كتكتب مثلا دريسنا ستراسه 5، يعني كتكتب غير السميه ديال الزنقه وكتكتب النمره ديال الزنقه. وتحت منها كاينه بلاتسو اورت، بلات شناهي، هو داك الكودي تشي بوستالي، داك الرقم ديال البوسطه ديال اللي كيعني الرمز ديال المدينه، واورت هي المدينه. كتجي انت كتكتب 42 مثلا، كتب 42560 فاصله فرانكفورت، يعني الاسم البلاتس هي الرقم ديال البوست والاسم ديال المدينه اللي هي فرانكفورت اللي هي اورت. كتجي تحت منها كاينه غروس دير فونونغ،
يعني الفولونغ هو البيت، هو السكن. شحال كبير هذا السكن وكدير المتراج كاري ديالو؟ انا جيت هنا وكتبت 60 متر كاري. كتهبط لتحت كاينه اوفنتالت ريزيدنس زفيك ديس اوفنتالتس ان دير بونديس ريبوبليك. علاش انت جيتي لالمانيا؟ شنو هو سكوبو ديال المجيء ديالك لالمانيا؟ كاينه في كما كتشوفوا في الاول بيزوخ فيزيت يعني زائر، ولا فاميليان فيرزاملونغ يعني تجمع عائلي. نتوما اللي كيهمكم هي هذيك الثالثه اربيت اوف نام، يعني جيت انا باش نخدم. الناس اللي كتجي على القرايه كدير ستوديوم كما كتشوفوا على اليمين، ولا كانت شي حاجه اخرى سونتيك كتكتب علاش جيتي، يعني كتكون فيزا عمال ولا شي حاجه كدير انت علاش جيتي، ولا جيتي تشري شي ماتيريال، ولا المهم كدير سونتيم وكتكتب علاش. نتوما اللي كيهمكم في هادشي كامل هو اربيت اوف ناما تو جوب، راه هي مكتوبه تما بلونغلي داير على جوج اقواس تو جوب. كنهبطوا لتحت كنلقاو اينغيغايزت ان جيرماني. اينغيغايزت ان جيرماني هي امتى جيتي انت لالمانيا؟ كتجي هنا وكدير ام مثلا دخلت نهار 20 في شهر 6 2020، يعني اينغيغايزت كما كتشوفوا الى المانيا. باش دخلتي لالمانيا واش بناسيونال باس ولا في فيزا؟ كتجي وكدير انت كروا على ناسيونال باس حيت دخلتي بالباسبور ديالك، ولا كنتي جيتي من ايطاليا ولا من اسبانيا فانت تقدر تخليها حتى خاويه. المهم انت واخا تكون جاي من ايطاليا ولا اسبانيا دير ناسيونال باس ديالك وصافي. هادشي كامل تقريبا راه ما كيعمرش، هادشي الاخراني اللي وريتكم هما كيعمروا، ولكن انت من الاحسن انك ديرو باش يقولوا هاد السيد بعدا راه ناضي، جاي من الاول ناضي ومعمر وراقي. اما غالبا انت كتعمر غير الصفحه الاولى ديالك ودير مراتك ودير والديك ودير الام ديالك ودير الابناء ديالك، والباقي كلشي كيعمروهم هما، كتعطيهم الباسبور كتعطيهم الوراق ديالك كتعطيهم الانتراغ، ومن بعد هما كيعمروا داكشي في الكمبيوتر من بعد على خاطرهم. المهم فيرت اين ستانديك فون زيتس اوسر هالف دير بوندس ريبليك دوتشلاند بيبل هالت اوف جيجن فال فو. قال لك واش عندك انت شي ادريس هنايا في المانيا؟ كدير كروه عليا وكتكتب، ولكن هاد البلاصه هادي تقدروا ديروا عليها خط كما درت لكم انايا، حيت انت ديجا كتبتي الادريسه ديالك فين ساكن الفوق، فين ساكنه مع معاك مراتك الفوق، ولا من الاحسن انك دير يا وتكتب العنوان ديالك اللي عندك دابا تحت من اينغيغاجت ان، تحت من هذيك البلاصه فين قلنا انت دخلتي لالمانيا كما كتشوفوا، كتجي وكدير يا وكتكتب الادريسه ديالك اللي ساكن فيها نتايا في المانيا، حيت انت كتعطي الوراق ديالك كتعطي شهاده السكن. هما هادشي كامل من بعد كيعمروه في الكمبيوتر، يعني هاد الورقه غير كتعمرها انت، بعض المرات ما كيطلبوش منك هادشي كامل انك تعمر. المهم علينا، حنا نزيدو لتحت سولون فاميليان انغيوري قلنا كومن. قال لك هنايا واش غادا تجي من وراك العائله ديالك؟ يعني انت الا كنت غادا تجي من وراك العائله ديالك من بعد كدير يا كدير اوكي، ومن الاحسن انك تخليها خاويه باش ما يدخلوهمش لك في الحساب الا كانوا باقيين ما كاينينش معاك هنا. هذه اللي تحت منها حتى هي كديروا عليها خط وكدوزوا ما عندكم ما ديروا بها. دابا ندوزوا للصفحه الثالثه. الصفحه الثالثه يعني الصفحه الاولى في الجهه الثانيه. كاينه از ليفن شافت كيزيشرت. قال لك واش ليفن شافت ديالك كيزيشرت، واش نتايا كتقدر انك تعيش راسك؟ كدير يا كتجي حداها وكدير يا. الا سولاتك كاتبين لك لتحت هوخ دير موناتيش ان كومون شحال كتدخل في الشهر، نتايا ما جاي يلاه جاي كتقلب على خدمه ما كتدخل حتى شي حاجه في الشهر. المهم كدير يا، ومني كتسولك هذه البلاصه تحت كما كتشوفوا كدير عليها كروه، ومني كتسولك كتقول لك انت باش عايش، كتقول لها انا راه خدمت في طاليان ولا خدمت في اسبانيا وجامع شويه ديال الفلوس، حيت حنا كاملين كنخدموا كنجمعوا فلوس، وجبت معايا شويه ديال الفلوس واحد 3 شهور ولا 4 شهور بما لقيت خدمه وتيريت الوريقات وقادر انني نكري ونخلص ونديبايني على راسي، حيت كما بغى يكون الحال هما راه ما غيعطوك حتى ريال تيفوت العام، خاصك انت غير تعرف كيفاش تهضر. الا قالت لك شي حاجه قول لها انا اصلا انا ما غنقدر ناخذ مساعدات تيفوت العام وما غناخذ حتى شي اعانه من الدوله، انا عارف هادشي وجايب معايا رزقي وانا عندي فلوسي وما جيتش باغي ناخذ الاعانات، انا راني جاي باغي نخدم وراه عندي فلوس ديال 4 شهور باش نخلص كرايه وناكل بما لقيت خدمه، وانا ما كنظنش انني ما غاديش نلقى خدمه في 4 شهور. وانت اصلا ملي كتمشي تدفع راه كتكون غادي بكونترا، يعني خاصهم يعطوك اوراق وغتبدا خدام. المهم تحت منا كاينه ايرفيرب تاديش كاتب شتيتي بونك. قال لك اليس اربايت سنيمر ولا زيل بشتاندك؟ انت دابا واش جيتي تخدم عند شي حد ولا زيل بشتاندك؟ اربايت سنيمر جيتي باش تكون عامل، ولا جيتي باش دير زيل بشتاندك غادي تحل مع مثلا شي محل ولا شي ريستورا ولا غادي دير غتحل شي شركه؟ الا كنتي غتخدم كعامل كدير اليس اربايت سنيمر، ولا كنتي غدير زيل بشتاندك اللي هو العمل الحر كدير زيل بشتاندك. العمل الحر راني كتبت لكم تما العريه كما كتشوفوا. تحت منها كاينه ناما اونت انشريفت ديس اربايت ديس اربايتس جيبر. قال لك العنوان ولا دريسه السميه ولا دريسه ديال هذا المشغل ديالك اللي غيخدمك،
يعني اللي غيعطيك الخدمه الباترون ديالك كتكتب سميتو، كدير السميه ديالو وكدير العنوان ديالو كتكتبها تما. كاين تحت منها كاينه بيتسين زي ودا اين اونتر هال هافت بيسون سوسيال لايسونغ، جا هنايا وقال لك واش انت كتاخذ شي مساعدات مع الدوله ولا كتاخذ شي مساعدات مثلا من ايطاليا ولا من اسبانيا، كتجي حداها وكدير ناين، واخا تكون عندك كاع ديزوكوباسيوني ما عندها حتى شي علاقه كتجي وكدير هنايا ناين صافي وكتهبط لتحت. لتحت كاينه جوب سنتر ولا الاربايتس امت، انت يلاه جاي جديد باغي تدفع، يعني هادشي هذا كاع ما كتعمرو بالنسبه للناس اللي عندهم تجديد. الا كان كياخذ اربايتس لوسن جولد زفاي فهو كيدير اس جي بي زفاي، ولا كان كياخذ الهاتس فيا فهو كيدير اس جي بي فيا، ولا كان كياخذ شي مساعده اخرى بحال كيندير سوشيال لاغ ولا شي حاجه فهو كيكتبها وكيحط عليهم تمايا. المهم هما كيسولوك ملي كتعطيهم هاد الورقه هادي كيسولوك، انا كنهضر بالنسبه للناس اللي غادي يجيو باقامه دائمه من ايطاليا ولا غادي يجيو باقامه دائمه من اسبانيا، فهاد الشيء هذا اللي تحت فهو ما كيهمهمش. بالنسبه للناس اللي في المانيا غايديروا التجديد فهو كيشوف واش عنده دزفاي ولا الفيا، واش عنده الهاتس فيا جوب سنتر ولا عنده الاربايت انت ولا عنده الكورس اربايت، فهو كيعزل وحده منهم وكيدير عليها كرو. دويتش كيتنيسا تحت منها، دويتش كيتنيسا هو المستوى ديالك في اللغه الالمانيه. الا كانت عندك دويتش كيتنيسا كدير يا وكتكتب النيفو ا1 ولا ا2 ولا بي1 وكتكتبها لتحت، ما كانتش عندك كتجي على اليمين وكدير ناين، يعني ما كتعرف حتى شي حاجه. لتحت منها كاينه اوس فايزونغ، اوس فايزونغ تين زي اوس دير بوندس ريبوبليك دوتشلاند اوس جيفيزن ديس دير اودا ابغيشوبن. قال لك هنايا واش انت كنتي شي مره هنايا في المانيا وفايت لك جرينا عليك ولا جاك الطرد، كتجي هنا على اليمين وكدير ناين. الا كانوا فايتين جراو عليك وعطوك الطرد فانت كدير يا. الا كان يا كاين لتحت فالزيا فاروم، يعني الا كنتي تطردتي كدير علاش، الا ما كنتيش تطردتي فانت كدير عليها خط وكتخليها وكدير. ندوزو الصفحه الاخيره واللي هي الصفحه الرابعه. الصفحه الرابعه جا وصلنا 17 دقيقه وباقا ما كملاتش الورقه. المهم الصفحه الرابعه فرزي شرونك شوتس، هنايا كران كان فرزي شرونك شوتس في دي بوندس ريبوبليك دوتشلاند. الا كانت عندك لاسيرونس فانت كدير يا، اصلا ملي كتمشي تدفع عندك كونطرا خاصك تكون ديجا مشيتي درتي الاوكا، حيت انت غير كتشد الكونطرا عندك الحق تمشي دير طلب ديال الاوكا. ما تستناش الباترون يقول لك لا راه غندفع لك الاوكا، الباترون ما كيدفعش لك الاوكا، الاوكا كتمشي وكدي تصويرتك ولا كيصوروك هما وكتسيني في الورقه وكياخذوا منك الباسبور وكيعمروا لك الوراق وكتسيني نتايا. ما يمكنش الباترون يصايب لك الاوكا، الباترون كيديكلاري من جهته وانت كديكلاري من جهتك، يعني قبل ما تمشي كتمشي كدير واحد الطلب وكيعطوك واحد الورقه بانك مسجل. والا كانت عندك لاسيرونس وخاصها تكون عندك كدير يا وكتكتب السميه ديالها واش اوكا ولا الاداك، عفوا هادو اللي معروفين في المانيا الاوكا والاداك كتكتب السميه ديالها صافي. هابن زي فليش تو جيزيت ليشن كتجي هادي كدير على كروه هادي ما كتهمكمش صافي. وكتهبط لتحت وكدير مثلا فرانكفورت 20/6/2020 وكدي معاك التصويره ديالك بيومتريه. بالنسبه للناس اللي غادي يديروا التجديد فاحنا هضرنا في الفيديو السابق شنو هما الوراق اللي كتجمع في التجديد، درنا فيديو خاص غير على تجديد بطاقه الاقامه في المانيا فانتوما الوراق عارفين. بالنسبه للناس اللي غادي يجيو اللي غيدفعوا اول مره اش كتدي معاك؟ كتدي معاك الباسبور ديالك، كتدي معاك الكارطة اي او ديالك ولا لارغا دوركسيون اي او، كتدي معاك الميت فاتراك العقد ديال الكرا، وكتدي معاك الاربايت فاتراك الكونطرا ديال الخدمه، وكتدي معاك ديك الورقه ديال الباترون اللي وريتكم البارح كيفاش تعمروها، وكتدي معاك العقد ديال الزواج مترجم باللغه الالمانيه الا كنتي مزوج صافي. وكتدي معاك الورقه ديال المدرسه كما قلت لكم سيروا تسجلوا في المدرسه ديك الورقه راه كتعاونكم، وكتدي معاك شهاده السكن الميلد بيشانيغونغ، وكتدي معاك كذلك الايدنتيفيكاسيون نمر، يعني الايدنتيفيكاسيون نمر ملي كدير شهاده السكن كيخرج لك، يعني هاد الوراق ما تمشيش تدفع تيكونوا عندك كاملين وصافي اخويا. وكتدي معاك 100 اورو، 100 اورو خاصها تكون في لاكارت ما تكونش اسبيس خوتي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وصلنا ل 20 دقيقة، ما تنساوش تدعموا البارطاج وديروا لايك واشتركوا معنا في القناة الثانية ألمانيا ببساطة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.